فيديوهات السلسلة دي طويلة عشان تعوض عن البثوث، لو حس الفيديو طويل وقفه في النص وكمله بعدين. ويلا بينا مع بعض نكمل لعبة راتشت اند كلانك. دلوقتي احنا في كوكب او رايحين لكوكب جاسبر. فايت ذا بلارج، هنحارب البلارج، يعني الموضوع واضح جدا، هنحارب في ناس، هنموت في ناس، فقشطة يعني. اوكي ماشي، انا لازم افتكر ان انا دايما 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 المفروض انزل مستر زوركم بتاعنا. دي كانت النصيحة اللي كانت على الشاشة دلوقتي. يعني حاسس ان في سلاح جديد، قلبي حاسس ان في سلاح جديد. يا قلبي لا تحزن. اوكي وانا فين؟ انا تحت على اليمين اهو. اوكي انا عايز اخلي ده مستر زوركون. لا انا هخلي، اوكي اوكي خلي ده الرشاش بتاعنا لا لا صح 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 خلي هنا ليقتل البروتون. لا انا عايز ده بقى يبقى الديسكو بول عشان نعرف بقى ايه. نحاول بسرعه. نبحث لك عن مجموعه طيران جديد. فعلا في سلاح جديد اسمه بلازما سترايكر. ماشي مش هعرف اجيبه دلوقتي، انا عايز اعمل ابجريد. مش هعرف اجيبه دلوقتي لان معيش فلوس تكفي. انا معايا 16000 وهو ب 21000. لا مش ده مش ده ده مفروض. This weapon creates an instant party making the enemies vulnerable to attack. وبعد كده دي بتقول back up Groovitron are stacked inside each other. ماشي اوكي ماشي نفجر ده. انه يسير بقضبان التزلج وهذا ما سيفعله بعد ان يجد الاحذيه المسمنه. محتاجين حاجه اسمها جرايند بوتس او احذيه الايه مزحلقه ولا ايه اسمها ايه. شرقت ما خدتش بالي هو اسمها ايه، بس اعتقد هو اسمها الاحذيه المزحلقه عشان نمشي على الحديد اللي شايفين الحديد اللي هناك ده. اوه ماشي ده بيلسع ده. اوكي ايه الاخضر ده؟ تعال نشوف الاخضر ده. فتمكن راتشت من استخدام محطة الوقود بعد ان محتاجين الجيت باك، محتاجين حاجتين دلوقتي، محتاجين الجيت باك ومحتاجين البوتس الثانية الجديدة. ماشي قشطة. قام نيفاريوس بإنشاء عملية كبيرة نسبيا هنا. يلا إنك لا تمزح، هيا نستكشف المكان ونرى ماذا نجد. يلا بينا. طيب نسيت مستر جوكر يتصرف مع الناس دي. يا دي النيلة. أنا نسيت تحت. اوه ده في هناك واحد كده. اوكي ماشي نرمي له قنبله. انا موت والله. الفيديو ده بدأ بدايه جميله جدا، ضاع مننا حاجتين مش عارفين نلاقيهم او محتاجين ندور عليهم يعني، ومتنا. اوكي ايوه خدنا كارت كويس كده، انا مبسوط. اولئك الدخلاء التافهين. ماشي نخلي ده ينفجر ونخلي ده ينفجر كمان. ناخد كل اللي هيوقعوه. محتاجين نجمع 21000 عشان نجيب السلاح الجديد. تعالوا ناخد البتاع دي. عظيم باب محصن. لماذا يجب صنع كل شيء من سبيكة كثيفة؟ هو انا بعمله ده صح ولا غلط؟ صح. ليه تأخرت كده؟ يا دي النيلة. تعال نفتح الكارت الجديد نشوف فيه ايه. بلاستر. اوه جمعنا حاجة رائع. اوكي ماشي ماشي. تعال نعمل كده. ينفع نموت على الفيديو ولا لا؟ غالبا ما ينفعش. لا ينفع والله. حلو. يعني مش عايز اتنسى عليهم ليه؟ ماشي في عصافير تاني ولا خلاص؟ هما طبعا مش عصافير خالص بس يعني. اها ارى ان لدينا بعض الزائرين. ايه ده في ايه؟ مين ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ده سيكون من اهل الحراس. اتمنى ان يعجبك مصنعي لاني لن ادعك تغادر. ده صاحب المصنع اللي بابا كان عنده مصنع وبتاع، راجل مدغدغ ده. ماشي هو ده اللي بيتكلم دلوقتي. سيضربك رائع في وجهك في الرصاص.
طيب مسج زوركن ده بيخلي الوحوش تلاحظني. 12 هيلث محتاجين هيلث جدا. اوه فضلها ثلاثة موت بقى انت كده عرف ما ماشي ازاي ده. يا رب تكون جامد صح. ايوه بقى بالظبط 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 ماشي. تعال بقى نلطش فيه مش عارف اجيبه كده. ده حتى السلاح كان بيرقص. اوكي نموت بقى دول. ما جاتش فيهم دي. ماشي كويس. في انا هيلف. لا يحتاج السيد زوركم. رائع. ناخد ده. السيد زوركم يقطعته على الخط. اوه لحقت نفسي على فكره في الحته دي. لحقت نفسي جدا. طب بالنسبه لان في كوين هناك مش عارف اجيبه يعني. ماشي. مش عايزه اصلا. الكل عرف. اوكي اعتقد انا محتاج اعمل اللي انا هعمله دلوقتي ده مبدئيا. تعالى لي يا غالي. ما بيموتش ده ولا ايه؟ تقريبا ده ما بيموتش تقريبا. ماشي هنكمل ضرب هنا نستناه يلف ننزل بس شويه بس كده. لا هو بيغير اتجاهاته اصلا. اوكي ماشي ما اعتقدش ان هو بيموت. انا نسيت المفروض اعمل ايه اصلا. المفروض ادمر دي. نكسر الناحيه دي نكسر الناحيه دي نكسر الناحيه دي. اوه كانت فكره وحشه كانت فكره وحشه قوي. موت كانت فكره وحشه قوي قوي انها بعدت عن التورت. يلا بينا. اوكي نموت ده الاول بما اننا علمنا عليه جامد. والتاني اهو والتالت بقى يلا. قضيت على الروبوتات هيا نواصل. هيا بينا هيا بينا هيا الله الله. اوكي كويس نمشي بالسلاح ده معانا دلوقتي 18800 او 916 حلو حلوين. هانت عامة ونجيب الابديت او الابجريد. وكمان ممكن اسرع قصدي سوري يا اسف. وممكن كمان قربنا نوصل. اوكي دول المفروض يموتوا هما كمان. قشطه ليفل اب شفتوا كويس جميل والله جميل جدا. كلهم ماتوا كمان كويس. وصلنا 19700. مين ده؟ يا تافه. اوكي طب هو طلع واحده بيموتوا ودي حاجه مفيده جدا ومريحه جدا. لماذا لم تقتلوا هؤلاء البلهاء؟ ارسلوا فرق الهجوم الى القطاع رقم 3 واقضوا عليهم قبل ان افقد صبري. انا لو افقد صبري خلاص. ماشي ايه اصلا للصبر حدود ولا زهقت من الناس دي ولازم اموتهم. هوب هوب ماشي. ده في واحد هنا قلت لي. بوم يا ابن الذين جت فيا انا. ماشي اوبا احد من قبل من السيد زوركون. اوبا يروي السيد زوركون تصحيح ذلك. هل تعرف كيف ستفعل؟
راحت ولا ايه؟ ما وصلتش. اوكي دي المفروض وصلت. ايوه بقى. جميل جميل قوي قوي. ماشي حلو. كل الناس دي المفروض خلاص ماتت المفروض يعني. تعال ناخد السلاح ده ونجرب نعمل كده. انا عايز اجرب حاجه، عايز اجرب دي. مينفعش. اوكي مفيش اي حاجه هنا ولا هنا ممكن نكسرها تعمل لنا حاجه مفيده. لا ماشي. لسه بص بص اللي هناك ده جايين لي من بعيد. هم ولاد الذين يا دي النيله. ما هادي صعب على فكره، تقيله قوي يعني. مات؟ اه مات ده. اوكي اعتقد ان ده كان كلهم اعتقد يعني. لا ايوه ايوه بقى. المزيد قادمون. ماشي كويس. المزيد قادمون الينا. اوكي ايه الهيلث بتاعنا زاد كويس، عملنا ليفل اب. ما هو ده ما هو ده ما هو ده. اسهل ذلك. اوكي موتناهم كلهم. جميل والله جميل جدا. الاحذيه المسننه قفل ذو لوحه ثلاثيه اخيرا. طيب دي الاحذيه المسننه اللي بيقولوا عليها اللي هي الجرايند. اسمها جرايند ايه؟ جرايند شوز او جرايند بوتس اعتقد. جرايند بوتس اعتقد الاسم الصح. طيب المفروض نعمل ايه بقى؟ المفروض ندوس على التالت. اوكي ماشي مش تبقى صعبه قوي. خلاص كده الاحذيه المسننه ما كانتش صعبه خالص اصلا. رائع. اوكي خدنا الاحذيه المسننه. انا سعيد جدا تماما. المكان الذي وجد فيه راتشت هنجرايند دلوقتي. جاهزين؟ راتشت قفز بهذه الاحذيه القويه فوق القضبان. هيا سوف اقفز الان لكنني احاول ان اجد اي شيء يمكن استخدامه. مثلا هناك هذا الامو، واذا ضغطنا على الستارت وبصينا على كارد كولكشن هنلاقي ان معانا ثلاثه بس. اوكي لسه محتاجين اثنين عشان نجمع واحده كمان. اوكي نقف هنا بقى. ينفع انط؟ انا عايز اجرب انط واعمل حركه. ينفع ولا لا؟ مش هجازف ولا لحظه؟ لا ينفع. اوكي كويس. طب ينفع بقى اعمل حركه ولا لا؟ في بحثه عن اجهزه. لا ما ينفعش. استخدم راتشت الاحذيه المسننه لاستكشاف مساحتنا. معانا اربعه. بلازما سترايكر ممكن نشتريه خلاص. اختيار رائع. كويس. راتشت على قاذفه البلازما. يحدد جهاز بلازما سترايكر في نقاط ضعف العدو، ولكن هل لديه المهارة حتى يصل؟ تصدري معروفا وتشتري شيئا. أجريت بعض المبيعات وفزت بسكة. بس لاحظ بقى لأن السلاح بتاعنا ده زاد شوية فنعليه كمان شوية كالعادة. اشتريت واحدا من تلك. واحد اثنين واحد. لا محتاجين ثلاثة كمان عشان الحتة دي. أربعة كمان عشان نعمل كل الأبجريدز فيه. أوكي نمشي بسلاحنا العادي. ماشي حلو. هوبا ايوه بقى هننط تاني دلوقتي. جاهزين؟ هوبا مينفعش يضرب. مفيش حاجة ممكن اعملها غير ان انا استنى. لا ينفع. اوكي وممكن نضرب كمان اهو. اوكي ماشي جميل جميل والله. حلو ناخد اللي هنا ونكمل في طريقنا. انا مبسوط جدا جدا لغايه دلوقتي. ايه يا جدعان؟ يعني هو ما كانش واخد باله مني يعني. اوكي كان شكلهم عبيط قوي ومش شايفيني كده. لا لسه محتاجين الجيت باك. ابجريد ثاني والله كويس. يا رب يكون ثلاثه بس. اثنين قشطه. اثنين يعني برضه كويس. اوبا مش دي ساند شاركس ولا بيتهيألي؟ ايه اللي جابها هنا؟
انا مش شايف ساند خالص. لا في ساند او صح. انت ايها اللومباكس تعال. ايوه لسه اقول في حد يقول بس بس. اه اللي هناك ده هو اللي بيناديني. ماشي هنروح نبص عليه. انا سامع حد عمال يقول بس بس فانا مش فاهم مين اللي بيبسبس يعني. طيب اللي مش عارف اي حد بيقول لي يا كائن اللومباكس ده نوع الكائن بتاعي يعني. انا فعلا اسمي كائن اللومباكس يعني. دي مش قطه احنا ما بنلعبش القطه بنلعب بكائن اللومباكس. اوكي خلينا نشوف. انا اعرف من انتما. انتما ذلك اللومباكس وروبوت الحرب. اه لابد وانك ذلك المجهول الذي يساعد دريك على ارهاب المجره. هذه وظيفة لكسب العيش ولكن اهتمامي الأكبر ينصب على علم الأعصاب للهواة. كنت أدرس هواية جمع عقول متبادلي الأفكار عن بعد منذ عام. تقوم بجمع العقول. عبيط أوي. أعتقد أن هذا سبب عزلتك. دراسة العقول تعد هدفا نبيلا. لو تمكنت من التحكم في القوى النفسية لمتبادلي الأفكار عن بعد سأشيد جيشا خاصا وعندها سنرى من سيجرؤ على سرقة طعامي من ثلاجة الشركة. يعني يعني مشكلتي الوحيدة ان الناس بتسرع الأكل بتاعهم من الثلاجة بتاعت الشركة. إذا استطعت جمع بعض العقول من أجلي فسأمنحك هذه المجموعة. المجموعة دي اللي هي المفروض الجيت باك. انا ما اعرفش ليه ليه الترجمه كده والله. او الدبلجه الدبلجه ساعات بيبقى فيها حاجات غريبه. المهم احنا المفروض نجمع عقول او برينز للاخ ده علشان عشان يدينا الجيت باك اللي احنا جايين عشانها اصلا. وده اللي احنا هنعمله بقى مبدئيا. على شيء من اجلك. ابجريدز كومباستر ده وبعدها ده هيفي بلازما. اوكي كويس فاضل لنا ابجريدين كمان لما خلصنا ابجريد التبتات دي كلها لو عايزين نعملها يعني. طب هو عايز 10 برينز. احنا جمعنا لغايه دلوقتي واحده. نمشي ازاي عشان نجيب الباقي؟ احنا مش ممكن نفكر دول. لا ده هو ده احنا معانا اوكي احنا معانا اسلحه زياده. ماشي تقريبا ممكن نفجرهم. ايوه حلو نعمل دول. ما هنا اوكي في حاجات ورا نجمعها برضو ليه لا. في دي وفي دي هما ما فهمش كتير يعني كل واحد فيها 16 مثلا بس قشطه يعني بتساعد. ناخد عقل تاني كده معانا اتنين على قد ما الموضوع فعلا زي ما هو قال مقزز بس يعني مضطرين اسفين. تلاتة اربعة ايه ده كابوريا هوب موتنا كابوريا. في كابوريا تانية موتنا كابوريا تانية كويس. ماشي واحد اتنين تلاتة فتحنا الباب على ما اظن. فتحناه نموت بس الكابوريا دي هوب. ايه ده ازاي ضربني وانا فوقيه ازاي يعني ايه الكلام ده. ناخد اللي هنا ناخد العقل ده او المخ ده. معانا خمسه لغايه دلوقتي برينز. خمس امخاخ سته انا شايف السبعه هناك اهو. اوكي ماشي ماشي ماشي. نفذ الوقود نفذ قصدي الذخيره. اوكي نضربهم بدي. محتاج كروت يا جدعان ما تجيبوه كروت يا ابن لذينة. برضو جابني ده انت ملح قوي. في وحوش ما بتفهمش امتى غير مرحب بيها صراحه يعني. قله ذوق قله ذوق وقله حياه. انا شايف مخ هنا وشايف مخ هنا فهناخد ده الاول. بضعه عقول اخرى فاضل لها ثلاثه ناخد الحاجات دي اللي ما اعرفش ليه بموتها بس ليه لا يعني. اوكي في واحده كمان اهي خدتها. ناخد الاثنين دول ناخد المخ اللي هنا بقوم ثمانيه. التاسع هناك اهو انا شايفه. ماشي نرمي واحده هنا ونرمي واحده هنا كده جمعنا العشره خلاص. حلو يعني انا رامي البتاع دي عشان تموتكوا يعني. انا مصاب جدا
كويس ان هم ماتوا. انا معايا 6 هيلث اصلا يعني ولا حاجه. في هيلث هناك اهو نروح نجيبه. هوب ماشي بقى 18 هيلث يعني كويس مش بطال. مشكلة ان اللعبة الدامج فيها بقى عالية قوي عشان حملنا هارد اصلا. احسنت اجهزة الطيران لك. اوكي اجهزة الطيران لينا اللي هو الجيت باك. وتعالوا نروح نجيب الجيت باك. اوكي في حاجة ايه حاجة تانية هنا ممكن اجمعها في دول. خدنا 21 مسمار في الحبة دول ونعمل بقى كده. 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 يلا بينا ناخد الاول الهيلث ونروح للاخ. السلام عليكم. سافي بكلمتي. ها هي المجموعه. هل تعرفون لدي هنا روبوت المعلومات عالي السريه الخاص بصناعه دريك. اذا احضرتم مزيدا من العقول فسوف اقوم بمنحه لكم. انت لديك ولع بالعقول حقا. نعم بالتاكيد. طيب لو جمعنا اقول تاني معذبا في الجو لالاف العصور مع لو جمعنا 20 او على الاقل اصبح انتقاله اسهل. لو جمعنا 20 اسمه ده 20 عقل. العقل التخاطري هناخد حاجه حلوه بشكل مثير للعجب. ربما علي كتابه مقاله عنه. اوكي هل ال 20 مخ بقى كلهم هنا في الماب دي ولا فين؟ تعال نجرب الجيت باك. تستخدم مجموعه الطيران حلو والله فوق منطقه العدو. اوكي كويس. هو ده البتاع هنا اصلا بيطلع شارك. ايه اللي هناك ده؟ ايه الشيء ده؟ يا نهار اسود. قلت لي. طب نجيب بقى بلازما سترايكر. اوكي قرب يموت على اوبا. لسه اقول قرب يموت يعني. ماشي تعالوا نرقصه ونرمي عليه نبكسله. ارقص بقى ما بيرقصش ليه ده؟ اه بيرقص اهو. هو كده بيرقص؟ اوكي هو كده بيرقص من الواضح. لا ما بيرقصش على فكره. الراجل ده بيخم على فكره. طب موتناه خلاص وخدنا ليفل اب في البريدتور. اوكي اوه خدنا 3 عقول حلو والله. ماشي جمعنا 3 عقول دلوقتي. احنا لو جمعنا 20 عقل كمان الراجل ده هيدينا سلاح جديد او حاجه جديده نستخدمها. انا عايز الحاجه الجديده دي بصراحه فانا مش عارف اعمل ايه. يعني مش عارف هل هضطر اموت وحوش كتيره كده ولا ايه. اوكي نجمع الفيول تاني نطلع فوق هنا. اعتقد ان انا عايز اطلع فوق المنصه دي. ايوه اوه خدنا عقل كمان اهو بقى معانا 4. في عقل هناك خالص شايفينه؟ وفي هناك برضه اهو. طب حلو والله تعالوا نجمعهم كلهم يلا بينا. ليه لا؟ هي فرصتنا يعني. واحنا كده كده قدامنا 10 دقايق في المرحله دي فقشطه يعني. يعني الفيديو بيبقى من نص ساعه ل 40 دقيقه فاظن ان عادي. معانا دلوقتي 5 عقول. هوبا ماشي كابوريا مشويه وخدنا كارد جديده. ايه الجمال ده؟ لا النهارده الحلقه حلوه الحلقه فيها حاجات كتير حلوه. كملنا 6 والله حلو ماشي جميل. خدنا 5% زياده في الكريستلز دلوقتي. طب ايش اعتقد انه مستحيل. تخاطري مرحى يبدو انك قد وجدت احد الفخاخ التخاطرية. سيلزم ده هنا. طب انا عايز ارقصه الراجل ده. هيرقص بقى ولا لا؟ معيش بلازما ولا ايه؟ لا معايا بلازما والله. محتاج شوية هيلث. اتمنى يكون في هناك صندوق هيلث. في واحد. وخدنا كارت لسبب ما. ماشي.
اوبا ده انا بموت. ضربه كمان موتناه ومتنا. قتلنا واتقتلنا يعني. راي دكتور احمد شفيق. ماشي نروح تاني عنده ونموت تاني على ما اظن يعني. مضطرين. اوه لا ده ايه ده ايه ده لحظه. اوكي احنا فعلا مضطرين نموت تاني بس انا مش فاهم ايه اللي بيحصل هنا ده. لا ضيعنا امو عليهم. انا عايز اموت دول بالطريقه التقليديه عشان ناخد منهم شوية مسامير يعني. يا دي النيلة ده ما بينزلوش حاجة على فكرة. فاكس مرحى أدركت للتو. لو كنت عالما وسأقضي جميع أوقاتي في دراسة العقول كان سيلزم أن أقدم نفسي في الحفلات بصفة عالم العقول. يبدو أكثر تأثيرا من مساعد مستشار المخفر العسكري في بلارك. ماشي نعمل تاني كده. كده يا دي نيلة كده نجيب ده. هو بيرقص اهو اخيرا. بيرقص يا سيندي. ماشي اوكي نرقصه تاني ولا ايه؟ تعال نرقصه تاني ونجيب بقى. طلع طلع مستر زوركام و اوف الهيلث بتاعنا نزل بقوة. نعمل بقى كده. ماشي 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 خلاص مات. هو مات الحمد لله. اوكي خدنا العقول بتاعته. معانا دلوقتي 10 من اصل 20. حلو جدا حلو جدا جدا. ناخد الهيلث اللي هناك ده وتقريبا في حاجة فوق انا شايفها. هوب هوب. هو ده اوبشن الاوبجكتيف ولا حاجه تبع اللعبه؟ لا دي حاجه تبع اللعبه فعلا. اوكي كويس يعني مش حاجه اختياريه يعني حاجه احنا مضطرين نعملها فعلا. ناخد اللي هنا. ماشي تعالى بقى نبص حوالينا ندور على اي عقل هنا ولا هنا ما خدناهوش. انت ما قلتش ليه؟ موت يا. اوكي هو تقريبا في عقل هناك ما خدناهوش تقريبا او مخ. مخ ولا عقل؟ اسمه مخ ولا عقل؟ تعالوا نحاول نروح له كده. اهو شايفينه؟ اوكي اهو. كنت ساخرج لجمع العقول بنفسي، لكن الطبيب اخبرني ان حالة اصبع القدم خطيرة. انا لا اعرف ما معنى هذا، ولكنه طيب من المكوث في مكان واحد قدر الامكان، وقد يتعافى بنفسه. واضح ان اصبع رجله مدوحس، فعشان كده هو بيخلينا احنا اللي نساعده. ساستشير طبيبا اخر. انا شايف انها حاجة يعني نتفهمها جدا يعني. هانك هانك جدا. اوبا قول لي انا معايا. اوه معايا انا هموت دلوقتي. ايوه بقى ليفل اب بلازما سترايكر كمان. ماشي هات العقول يا ابني او الامخاخ دي. اوكي ماشي نجمع شويه فيول الجيت باك تاني. ايه ده ما خدتش بالي من دول. لا يكون فاتني منهم تاني. هزعل قوي لو فاتني منهم تاني. طيب انا محتاج انا هرمي دي هنا. حتى دي تعملها ليفل اب. لا ده احنا فعلا المرحله دي او الحلقه دي احنا مقضيينها جامد. وفضل لنا بس 5 برينز بس. اوه اوكي بقى فاضل لنا 4 بس. كويس وعمالين نجمع فلوس كويس. هات الحاجات دي وخدنا هيلث كمان. لا 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 النهارده انا مبسوط والله. النهارده الحلقه بتاعت النهارده دي حلوه جدا يعني. فاضل لنا 3 برينز. انا شايف اصلا يتم منهم هناك اساسا يعني. شايفينهم؟ وفي واحد اهو. ايه ده في كتير قوي. طب يلا بينا ناخد ده نمشي من هنا. نموت ده ناخد ده. معانا 19 برين دلوقتي.
نعمل دول. تعال نروح تاني هنا. الحمد لله ما موتش. ناخد الواقع منهم. نروح تاني هنا. ناخد الواقع منهم. ناخد الطلق ده. نملى الجيت باك. فاضل لنا واحدة بس. فاضل لنا مخ واحد بس ونقدر نرجع للراجل يعني. فدي حاجة حلوة جدا. انا بس شايف الناس هناك. تعال نروح للناس اللي هناك دي. هو ده في بتاع عقل اهو. جمعنا العشرين. عاش. طب هل ينفع جمع اكتر من 20 ولا لا؟ يعني العداد بيكمل ولا لا؟ ما يمكن يطلب مني تاني يعني ولا ايه؟ اوكي خليهم كلهم يموتوا. تعالوا تعالوا تعال يا حبيبي. تعال يا بابا تعال. تعال يا ابني كده معايا 21. ينفع نجمع زياده. طب كويس والله. تعال نجمع زياده احتياطي عشان حاسه هيغدر بيا ويقول لي لا انت لو جمعت بقى حبة تاني من هنا هعملك كذا وعملك كذا. يجب ماشي. ان ننتهي من ذلك. كويس فتحنا حاجة ما اعرفش ايه هي. بس خلصنا الحتة دي في الوقت المناسب. من بتاع دي عليهم. نموتهم. هما اللي هيموتوني شكلهم. لا احنا اللي موتناهم. كويس. خدنا كارت. كارت مكرر. تقريبا كده خدنا كارتين مكررين على فكرة. يعني تقريبا دلوقتي معايا 5 على ما اظن. كسر كسر كسر. ايه ده؟ كسر. ده احنا فكينا ده. طب نرقصه. رقصنا يا جدع. يا فتى ماذا هناك يا فتى؟ ماشي. يلا متنا. ما اجمل هذه العقول. ماشي احنا متنا. في حاجه هناك تعال نروح نجيبها. العقول التخاطريه اذا نجحت. في عالي هناك برضو. في حاجات كتير قوي في المكان. فانا مش فاهم المفروض اروح فين بالظبط. بس تعالوا الاول نعمل كده ونشوف الكارد كولكشن. المفروض معايا 5 دوبليكيتس. معايا 5 فعلا. تعال نشوف حاجه ممكن نكملها. ممكن نكمل بتاعت سكيد ميك ماركس. ممكن نكمل بتاعت راستي بيت. بس اعتقد انا عايز اكمل بتاعت مستر زوركان اعتقد يعني اللي هي دي. فنكمل دي. تريد دوبليكيتس. ايوه ماشي اوكي. وذلك بلا جدوى. على كل نكسر ده. في واحد هناك خالص. تعالوا نحاول نموته. ما ينفعش نموته من هنا ولا ايه؟ ما ينفعش تقريبا. يا ضيعت دلوقتي 2 ام على الفاضي اهو. ممكن نموته من بعيد ده تقريبا. مش بتيجي فيه. ماشي نضربه تاني. هوبا. ماشي. لا هو بقى عنيف قوي على فكره. هما بقوا عنيفين قوي عامة يعني ككل. اوكي موتناه. معانا دلوقتي 25 مخ. معرفش ابن الذين ده هيقول لي في حاجه تانية ولا لا. بس انا بحاول يعني اوفر علينا وقت. وراح فين؟ ولسه عايش ولا ايه؟ لسه عايش. اوكي موتناه. ممكن نملى الجيت باك هنا. كويس. في واحد هناك اهو مش عارف اموته ازاي ده. طب اضربك ازاي انا بقى؟ يعني المفروض انا اضربك ازاي مش فاهم. هو الجبان مشي مني اصلا. جيت باك جيت باك جيت باك. ضيعت اللي انا ما كنتش عايز اضيعه. طب نروح نموت ده الاول ولا ايه؟ اوكي
مفجر الحاجات دي الموضة اخرة. نزل يا مستر زوركان و نرمي هنا بتاع دي و ونبدا بقى ايه نلطش فيه ده. هو بيموت خلاص. انا اللي مت ده انا اللي مت. حسبي الله ونعم الوكيل. احسنت صنعا. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ما بس يا ابني انت اللي هتنقصني هيلث فعلا يا ابن الذين. ماشي. هو فين اللي احنا موتناه دلوقتي او هو موتنا يعني؟ فين اللي احنا كنا بنحاول نموته؟ ده السؤال. معانا 20 من 29 من 20. هنكمل مع بعض عادي. اللي عايز يقفل او اللي عايز يعمل سكيب للفيديو عادي براحته انا متفاهم جدا. بس انا عايز بس ابقى عملت معاك كل حاجه في اللعبه عشان في ناس اصلا ما عندهاش بلاي ستيشن فهيفورس ان هم يتفرجوا على اللعبه كلها لو هم كومبليشنست زي كده. فا يعني اللي حابب يتفرج انا عارف ان انا اعتبر متقل عليكم بس مفيش ستريمز فدي اطول حاجه ممكن اعملها لكم يعني او دي اكتر حاجه ممكن اعمل لكم فيها فيديوهات طويله يعني. اوكي انا كل اتجاه ببص فيه بلاقي فيه حاجات ممكن اخدها. مين دول؟ اوكي في هيلث هناك ناخد الهيلث ده. في هناك حاجات ايه بس الاول ننزل ناخد شوية جيت باك فيول. نكسر دي ناخد اللي فيها ناخد شوية جيت باك فيول من هنا. هو في حاجة عندكم فوق اللي انا خدتها؟ لا في فعلا. اوكي كويس ماشي. في واحدة هنا ناخدها نرمي عليها حاجة بس الأول هنا. في واحدة هنا نرمي عندها واحدة برضه. ماشي يا عم دول بيتعلم عليهم اهو. أنا شايفك أنا شايف البتاع اللي هناك دي. وفي هنا واحدة. تعالوا موت دي الأول. عايزين ناخد ده. اول حاجه نعملها اول حاجه لازم نعملها. تاني حاجه لازم نعملها. تالت حاجه لازم نعملها. رابع حاجه لازم نعملها. نتاكد ان هو بيرقص لانه هو فعلا ما بيرقصش فعلا. ماشي اوكي بيرقص. تعالوا بقى نبكسله عشان يبقى اضعف شويه وبعدين نضربه بقى بالبلازما. تعالوا نرقصه تاني احتياطي ونرمي عليه قنابل. ونغير البلازما رايفل ونموته كويس. مات خلاص على اخر ثانية. على اخر ثانية انا ماشي. كده ايه في ايه تاني؟ في مين تاني ممكن اموت؟ في مخ تحت ما خدناهوش. تعالوا ناخده. في الناس اللي هناك دي. في ناس هناك برضو. مين دول؟ هو ايه اللي بيحصل؟ ده انا ضربت بال ماشي. اوكي كويس نجمع بقى الحاجة اللي هنا. هاي ماشي كده ناخد دي. في مخ هنا ناخده برضو. ناخد المخ ده. طيب اعتقد انا ممكن بقى من هنا ايه في نار هنا ممكن نقفل. تعال نشوف بتعمل ايه. ايه بقى جوه النار دي؟ في جيت باك فيول تاني. هو الكوكب ده شكله هيطول معانا ولا ايه؟ ولا انا بيتهيألي ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ماشي نخش التورت دي. انا بس عايز انشر الحاجات دي.
هو ليه مش بيتأثر؟ ولا هو بيتأثر كده ولا ايه؟ هو شكله ما بيتأثرش. طب تعال ننزل تحت بقى نشوف فيه ايه. stand on the pad. اوب طب كويس انا لحقت نفسي. ده في مخ هناك. اوكي هذا هو المخ ده. ماشي ما فاتناش اي مخاخ هنا كويس. نطلع سلاح ده تاني عشان بس لو طلعنا نضرب. اوب اتلسعت. اوكي في نار في النص نحاول نبعد عنها. نموت ده كمان. هات لي بقى دي. كويس جميل جدا 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 لغايه دلوقتي بروجرس. معانا 44 مخ يعني اعتقد لو طلب مني اي حاجه هديله في وشه مخاخ لغايه ما يتعب مني. اوكي يلا احنا فين بقى كده؟ بالصلاه على النبي بالصلاه على الصلاه. كريستلز كويس. احنا خدنا ده اللي كان هنا مات فعلا. احنا موتناه. كان في واحد هنا على فكره موتناه. اوكي انا مش شايف حد في مكان تاني خلاص. اعتقد احنا قفشنا كتير منهم بما يكفي. كفايه قوي كده. لو في تاني بقى خلاص بقى يعني اعتقد انا ممكن ابقى اجيبه. في الاخير ده. تعالوا نجيب الاخير ده وخلاص اللي احنا كنا بنحاول نجيبه المره اللي فاتت اللي متنا فيها موتة شنيعة من غير اي سبب او من غير اي مبرر. معناش ذخيرة هنا قلتلي. اوكي رقصني يا جدع. قلنا رقصني يا جدع بقى. اوكي بسرعة 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 قبل ما نقع. محتاج ارقص تاني الحمد لله. معيش خلاص طلق ده. طيب يلا بقى. بعدين ده يلا. هانت 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 مات. اوكي هوبا كنت اقع في النار. كنت اقع في النار حالا. ماشي موتنا ده خلاص. موتنا في واحد تاني. مضطرين نموت اللي في اللي طالعين دول واحنا رايحين عشان ما نضطرش نرجع لهم تاني. يعني بقالنا قد ايه ساعه ولا تلت. انا اسف ان انا مطول عليكم بس انا بحاول اعمل كل حلقه كوكب عشان اكتب اسم الكوكب في التايتل. يعني اعتقد انتم متفاهمين كويس اللي انا بعمله ده. انا يعتبر معيش اي طلق لاي حاجه تقريبا. اوكي اوكي فاضل واحد هيموت دلوقتي ده عشان كنت ضربه من شويه. اهو مات اهو كويس دلوقتي. طب انا مش عارف اهو ده ومحتاج شويه فيول بقى يعني بدل قله الادب اللي بتحصل دي. انا محتاج في في فيول هناك اهو كويس. طب اروح له ازاي بقى الفيول ده؟ كويس الحمد لله وخدنا طلق وكل حاجه تمام كل حاجه عال العال. نقف هنا الاول بعد كده هنا بعد كده هنا وبعدين قبل ما يطلع على طول ما لهيناش. طيب ماشي نعمل كده. معيش النار ما بتأثرش فيه على فكره. ماشي النار ما بتأثرش فيه نبكسله بقى. اوكي وبعد كده نعمل كده.
اوه معايا 6 هيلث، معايا 6 هيلث، ما يعملوش اي حاجه دول، ما يفيدوش باي حاجه. معايا واحده ضربه واموت، اي لمسه لاي حاجه وهموت. لازم اخلي بالي من الارض عشان عليها حاجات. مفيش اي هيلث هنا ولا هنا؟ اهو هناك اهو، ومعيش كمان جيت باك. كنا بنقول الحلقه دي ماشيه كويس وبعد كده مره واحده هوب ماشي. اوكي ماشي، نرجع له تاني بقى من اللذينه. معايا سنايبر؟ اه معايا سنايبر. ازاي اعمل زوم؟ اوه طيب، براسه كريتيكال اوت اوف امو. وانا قربت اموته فانا مش عارف اضربه بايه تاني. يروح عليه ولا لا؟ لا. طب انا قربت موته فلازم اخد بالي بس. ايوه بقى موتناه. اما اظن لا لسه لسه. ايه اللعبة طب بتخضني ليه؟ ايوه بقى خلاص كده انتهى، يا رب يكون الاخير بس. ماشي ناخد جيت فيول من هنا. ايه ده مفيش؟ مفيش التالي. بسرعة قبل ما يجي حد يموتنا. كويس نفذ العقود. ماشي مستر زيركون وقنابل بسرعه. الم يحذرك احد من قبل من السيد زيركون؟ اوف اوكي كويس، لغايه هنا وكويس، مش فاضل لي غير ان انا اروح هناك. يا رب توصلني بس، يا رب توصلني بس. وصلتني. ايوه في مخ هناك، تعالوا نجيبه. ايه ده؟ يا دي النيلة. فكسله ولا ايه؟ فكسله. انا بعمله بقى مع نفسي لو محتاج يعني. خلينا بس نروح للاخ ده. هو فين؟ اصيب سيد زوركم بالملل. انا اسف يا عم زوركم. فين بقى الراجل الاصلي بقى خالص اللي المفروض نديله الحاجة؟ اهو يا عم. جايب لك كميه منخاخ غير عاديه. عن بعد جيدا للغايه. اليكم روبوت المعلومات، تذكروا لم اعطكم شيئا. ماشي. مساء الخير يا اصدقائي البلار. القائد دريك هنا مع اخر اخبار طلبنا المتعلق بالمنزل الجديد. في الايام القليله القادمه ستلاحظون زياده في نشاط كائنات البلارج حول المجره. رغم أن التحركات قد تلفت السلطات لخطتنا، إلا أنها ضرورية جدا لتأمين ممر آمن من أجل الحصادات. مثال على ذلك مدفع صد ستار ووتش على كوكب بتاليا. مدفع الطاق الأرضي إلى الفضاء الأيوني قام بحماية المجرة من الغزو منذ كنا نعيش تحت الأرض في بداية الأمر. تمام. إذا قمنا بتعطيل ذلك فقد تستمر خطتنا الرائعة هذه. ما عايزين يعطلوا السلاح. على قدم وساق. ماشي. لا داعي للخوف، حافظوا تماما على الخطة. إلى أخ إلى أخ إلى أخ. أوكي. مجرد أن نقضي على ستار ووتش والقوات المحيطة سوف ندخل إلى المراحل الأخيرة من خطتي. ماشي يا أخويا يلا. يلا يابا. يجب أن نوقف دريك من تدمير مدفع ستار ووتش دفاعا. برينز. تشير سجلاتنا إلى أن المدفع موجود على كوكب باتاليا. أوكي. أتمنى ألا نكون قد تأخرنا. إذا كنت تبحث عن عمل إضافي فسأعطيك مكافأة على جمع أي عقول متبقية في المنطقة.
وإذا وجدتها جميعا فسأعطيك مكافأة مميزة. ايه ده بقى؟ ايه الشيء ده؟ تستحق كل مسمار. اوه اوكي، انا فاضل لي 24 مخ ما لدي. عشان لماذا لا تقوم بتغطية بندقية البلازما؟ مش عايز انا يا عم، انا حر. فاضل لي 24 مخ واخد مكافأة كبيرة. هحاول اجمع المخاخ مع نفسي بقى بدل ما امللكم واوريكم المفروض احنا جنان ان شاء الله يعني. جروفيترون ماشي، رقصني يا جدع، رقصني يا جدع، رقصني يا جدع، رقصني يا جدع. اوكي وبعد كده فين بقى ال ايوه تعالالي تعالالي، انت فيك ابجريدز جديده. كده السلاح ده اقوى حاجه ممكن نخليها. ماشي حلو، فضل لنا اي حاجه ممكن نعملها ابجريد تاني. مستر زوركان حلو على فكره، انا ما اعرفش ليه ما بستخدموش كتير، بس مش هعرف اعمله ابجريد دلوقتي. انا رايي البلازما سترايكر برضو حاجه رائعه، فانا هركز عليه. ماشي اوكي، اعتقد ده مكان حلو قوي ان انا انهي بيه الفيديو ده. غزل البنات عجيب ها. هحاول اجمع المخاخ مع نفسي دلوقتي في السريع، 24 مخ هحاول اجمعهم كلهم وبعد كده اوريكم ايه اللي هيحصل، عشان بس ما يبقاش فايتنا حاجه في اللعبه. فانا اسف ان انا طولت عليكم في الفيديو ده، اتمنى ان انتوا تكونوا بتتفرجوا على الفيديو على مراحل مش مره واحده. انا بس بخلي الفيديوهات طويله عشان عشان اسمه ده الناس اللي وحشه الستريمز او الناس اللي حاسه ان انا بقالي كتير ما بعملش ستريمز فمتضايقه. من غير كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون عجبكم. انا انبسطت جدا الصراحه النهارده او في الفيديو ده بالذات وانا بسجله. اشوفكم مره جايه ان شاء الله، وسلام.